بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن تحالف القوى الثورية التي كانت تعتصم في 8 يوليو، وهي عبارة عن أكثر من 54 ائتلاف ثوري. أيها المصريون الكرماء، كل عام وأنتم بخير. تحية ملؤها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد أسلج صدورنا جميعا عودة الأزهر الشريف وعلى رأس قيادته العالم المستنير الأستاذ الدكتور الطيب على دوره الريادي للأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. وإننا إذ نحيي شيخ الأزهر الشريف على الوثيقة الصادرة عن المؤسسة الأزهرية، فإننا يحدونا وطيد الأمل في اتساع وامتداد هذا الدور، وإننا نعتقد أنه إذا صلح الأزهر الشريف صلحت الدنيا. وقد عملت قوى الاستعمار سارق الأوطان وثرواتها سواء بأنفسهم أو متوصلين بذلك إلى أناس جعلوهم فوق السلطة في أوطاننا على تحجيم هذا الدور الريادي الذي علمتنا السنون أنه إذا تراجع فإنما يكون ذلك خصما من رصيد الأوطان في هذا العالم، وتمكينا في ذات الوقت لقوى التطرف والظلام التي لا دين لها. ونحيي بهذه المناسبة شهداء ثورتنا الأبرار التي كانت دماؤهم بمثابة الشمس التي أعادت الحياة أيضا إلى مؤسسة الأزهر الشريف فضلا عن مصر كلها. نسأل الله الرحمة لهم وجعلهم الله في جنته. استقبلنا هذه المبادرة الوطنية الكريمة بالقبول لأنها تعبر عن الخطوط العامة للدولة العادلة، قوامها احترام المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، تظلها الشريعة الإسلامية وإقرار الديمقراطية التي تعادل مبدأ الشورى في مجتمع المدينة المنورة، نفيا لخبث الدكتاتورية وجورها الاجتماعي. إلا أننا كنا نود لو أن منظموا هذه الدعوة بالأمس لم يتجاهلوا القوى الشبابية الفاعلة في هذه الثورة المباركة، ولم يتعاملوا معهم معاملة نظام سقط بالفعل ولو أبى. فيبدو أن شيخ الأزهر اكتفى بلقاء بعض الشباب في وقت سابق على لقاء القوى السياسية. لهذا ندعو الأزهر الشريف للتفاعل أكثر مع الشباب الواعي الذي لا يحمل ما يحمله أصحاب القوى الدينية من حسابات ومواءمات، وإننا ندعو الأمة بأسرها لأن تلتف حول مؤسساتها الأزهرية المستنيرة وأن تنبذ خلافاتها في هذه المرحلة الانتقالية. وإننا بهذه المناسبة نود أن نتوجه بالسؤال إلى شيخ الأزهر ليدلو بدلوه في بعض القضايا الملحة. أولا، ما مدى مشروعية أن يقدم بعض الثوار للمحاكم العسكرية بينما الفاسدون ما زالت تمتلئ بهم كراسي القيادات في طول البلاد وعرضها، وفي نفس الوقت يحاكم سارق الوطن وقاتل فلذات أكباده محاكمات مدنية تشوبها الشوائب؟ ثانيا، ما مدى مسؤولية الحاكم الذي يتباطأ في دوره الشرعي من إقرار العدل والأمن وإطعام البطون الجائعة ويترك البلاد لذوي الأغراض الفاسدة على اختلاف مشاربهم؟ ثالثا، ما حكم من زين لأسر الشهداء قبول الدية وفي ذلك عمل على تقليب الآيات والنصوص لصالح القتلة السفاحين سارق الوطن وثرواته؟ ما حكم من يختار قيادات الوطن كالوزراء وغيرهم ممن لهم تاريخ ليس فقط لصيق بالنظام السابق بل فوق ذلك مضاد لمصالح هذا الوطن رغم وجود الشرفاء الذين يعملون بإخلاص لصالح البلاد ضاربا بأهداف الثورة عرض الحائط؟ والأمثلة عندنا وسبق أن قدمناها لرئاسة مجلس الوزراء. يا من بأيديكم أمر هذا الوطن في هذه اللحظات الفارقة في تاريخ الأمة. تتكبد الأمم المليارات وتتجشم عناء وجهود سنون طويلة لكي تأتي بشباب متوهج مثلا مثل هذا الشباب الذي شق بأيد عارية جدار الدكتاتورية العنيد
لكي تأتي بطاقات تريد أن ترفع بلادها فوق أعناقها شبابا حمل ويحمل دائما جيش مصر وساما على صدره، أفلا يستحق بعد ثورة أثارت إعجاب العالم كله شرقا وغربا أن تجعلوه وساما على صدركم لا طريدا برأيه لا يراد له إلا أن تبارح آماله صدره؟ وأخيرا فإننا ندعو الشعب المصري العظيم للاستمرار في الوقوف حول ثورته العظيمة، فلا نصر بغير عدل، فلنعمل جميعا لخدمة اقتصاد البلاد وإعلاء صوت التنمية. ونكرر تحياتنا للقوات المسلحة التي حافظت على الثورة في أحلك لحظاتها مع احتفاظنا بحق النقد لما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته السياسية المؤقتة. حفظ الله مصر وشعبها، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. الموقعون اتحاد وتحالف القوى الثورية، اتحاد شباب الثورة، ثورة 25، اتحاد الثوار المصريين، ائتلاف الوعي المصري، ائتلاف مصر المحروسة، حركة كلنا مصريين، حركة حماية الثورة، جبهة التحدي، صوت الثورة، كلنا مصر، حزب الفرسان، حركة الوحدة الوطنية، الأقباط المصريين الأحرار، شباب الثورة التقدمي، ثوار التحرير، مستقلين، ائتلاف العاملين بالسياحة، شباب البحث العلمي، حزب الشباب الحر، جمعية بناة مصر، ثوار المحروسة، حماية الثورة، اتحاد ائتلافات الثورة، الاتحاد الدولي للثوار العرب، حركة الدعوة السياسية المصرية، حركة الدبلوماسية المصرية، شباب الإعلاميين، حزب الوعي الحر، حركة الثورة مستمرة، ثوار الصعيد، الاتحاد العام للثورة، اتحاد الثورة المصرية، حركة لبيك أقصى، حركة ثورة النيل، مجلس شباب الثورة، حزب التغيير، حزب الجبهة، ائتلاف صوت الأزهر، ضمير الثورة، جمعية شمس بلادي، حركة مصريين شرفاء، ثورة المبدعين، ائتلاف النوبة المصرية، ضباط لكن شرفاء، مجموعة دستورنا، اتحاد ثوار مصر، وأخيرا الجمعية المصرية العربية. شكرا شكيل محمد مصطفى، شكرا.